تعمل لي ايه وقعني في فرج علي الناس طب اسيبه ولا هفضل ورا قفلت معايا خلاص مشيت رجلي نظرة عيني مرسومة بالمقاس حد يوصل له ان انا اوصل له انا مش هفضل محتاس تعمل لي ايه وقعني في فرج علي الناس طب اسيبه ولا هفضل ورا قفلت معايا خلاص مشيت رجلي نظرة عيني مرسومة بالمقاس حد يوصل له ان انا اوصل له انا مش هفضل محتاس الواد فعلا جميل وعلي جمال كفيل يخليك تترعب العين عليها حارس واد يعني ملوش منافس مش ممكن يتغلب ده يرجح اي كفة ملفوف بسلامته لفة حاجة يعني ورق عينة الواد فعلا جميل وعلي جمال كفيل يخليك تترعب مش ممكن يتغلب ده يرجح اي كفة ملفوف بسلامته لفة حاجة يعني ورق عينة يا سلام علي حاجة انما ايه لو شفتو هتحبوه علي حتة عضو ولا الخدود مهتم اوي بنفسه مفيهوش ولا عيب بصراحة غريب حد يقولي ايه ناقصه اخترته خلاص ده قراري يا ناس انا من الاخر عايزه يا سلام علي حاجة انما ايه لو شفتو هتحبوه علي حتة عضو ولا الخدود مهتم اوي مفيهوش ولا عيب بصراحة غريب حد يقول لي ناقصه اخترته خلاص ده قراري يا ناس انا من الاخر عايزه الواد فعلا جميل وعلي جمال كفيل يخليك تترعب العين عليها حارس واد يعني ملوش منافس مش ممكن يتغلب ده يرجح اي كفة ملفوف بسلامته لفة حاجة يعني ورق عينة الواد فعلا جميل وعلي جمال كفيل يخليك تترعب العين عليها حارس واد يعني ملوش منافس مش ممكن يتغلب ده يرجح اي كفة ملفوف بسلامته لفة حاجة يعني ورق عينة